خش معنا حنزازة من السينيورة رقاصة كنت واحد شافش كم باتشي بلاصة وين كنزا كنزا ميا مور كبرنا فيها أوليغان مخا جيبنا زرو أور دي ماشي everybody and welcome to a new video reaction with your brother Shat. As I said yesterday for my last video, if you do react well and I get a lot of likes from you, so I will do another video reaction today and تلو اورديناتور ما فهم لك ليه علاش كدوب هاد اللغه هادي اللي ما كنعرفوش حنا دوينا بالدارجه درج معانا اش بان لكم نكملوا رياكشن بلونغلي ولا نكملوها جات معايا لونغلي ولا ما جاتش معايا بزاف ياك على ايين مرحبا بكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم الشاب فيديو رياكشن عاوتاني حيت كما قلت لكم البارح الا تفاعلتوا مع الفيديو وكانوا بزاف ديال لي لايك فغادي نجي اليوم واخا نكون مسخسخ واخا نكون عيان غادي ندير فيديو اخرى وباش نشرح لكم اونتر بارونتيز بين قوسين اشنو طاري صراحه خرجت شريت من الخدمه دستريت وحق الله العلي العظيم الى باقي ما بدلت باقي ما كليت باقي ما درت حتى حاجه علاش حنت عارف هادو الا درتهم الا كليت ولا شي حاجه غادي نترخى وما نقدر ندير حتى حاجه وهذا الشيء فيه الخدمه وخاصني المونتي وداك الشيء وهذا باش يلاه نقدر ندير لكم الفيديو قبل من شي توقيت مناسب حيت بيناتنا واحد الديكالاج كبير وهذه كنصفق بزاف هاد الايام جيت كنصفق بزاف في الفيديوهات ديالي خاصني ندير شي رياكشن بقى نديرها بحال هكا باش ما نتصفقش الفيديو كامل شات هذا الوغ مرحبا بكم في فيديو اخرى كما قلت لكم صراحه اليوم كنت باغي ندير شي مغني اخر ولا شي رابور اخر من غير القناوي ماشي حيت ما كيعجبنيش القناوي بالعكس القناوي ولا من الناس العزاز عليا بزاف غير قلنا باش نوع عاوتاني باش كلشي يكون عنده باش كلشي يبقى على خاطره ولكن ديغنييرمون طلبتوا ليا بزاف هاد الديسك هذا طلبتوا ليا بزاف الفيت ما بين مورو والقناوي سانسيرمون صافي تشوقت باش نصلت لهاد الديسك هذايا وفاش دخلت لاشين ديال مورو لقيت بان هاد الديسك هذايا هو اللي مشوف بزاف صافي ديك في الالبوم ديال مورو مسطره رجعيه الالبوم ديال مورو هاد الديسك هذا الفيت مع القناوي هو اللي مشوف بزاف جوست كامانو 451000 فيوز بالنسبه للديسك اللي ما فيه لا كليب لا والو فهذا رقم جيد جدا جدا سو على بركه الله نصنتوا لهاد الديسك هذا ونشوفوا كيفاش داير متسوق نشوف اشنو غتعطي هاد لا كومبينيزون ما بين مورو والقناوي حيت ما عرفتش حاس واحد الاحساسي ما عرفتش عندكم انتم هاد الاحساس ديال قبل ما تصنتوا هاد الديسك ولا ما كانش عندكم هاد الاحساس ديال الاحساسيات على اي نصنتوا كاملين نشوفوا مورو فيت القناوي وعلى بركه الله ليتس جو زمر ضرب وجه حبس بالباله وتحاس الشرف يجبالي حمالي اختار برجر حط اطراس مجبور فوق الفاس الفاس نحب بدون رصاص الفلوس هي المضباص هي البيض في السواد حكومة حكمة البلاد نبت حقاش في المزاد تحريض على الفساد تحتاج حقوق الشواد سعدة جايين سعدة شد استعداد قناوي ما كيتفاهمش كيتيري في كل شيء كيتيري في كل شيء القناوي انا كنشوف في السعودي وهو كيشوفني قوي اللي فوق باغي يدخل واللي لتحت راه ملخر شي في الحبس وشي بالناس وشي في الرازي مخلخل عارف في هاد البلاد خرية بيها تطلينا الحشيش كنزرعوها حنا ونتحاسبو على شي تبلينا البنية داش دراري دولا شرطات القاري بلادي وما عندي داري كل راسي ناخد تاري ديال الاستقلال كي الاحتلال الكفري معري معري استقلت غير الحكومة خوتوني نحكم بري واحد خان وواحد خان اسمح لي يا مورو ولكن هاد البارتي دايرها زويونه
زوين اللي كي هو كيدير الاخر كي كيعاود كي كيدير الايكو مورا جات زوينه. واو جوهيس بلاد العيشه وسط الفيس نفرلي هي عنف عيس ليلة هنا كتخور عيس حليت عيني هشوف عيش كل شي عيش بغي القوش وسط الباركي طلب الغيت شد الكرسي ما تلقوش صوصيري ود البلاد سكت الكيدان لي ولدكش بغي تقول نعس وقول جات بحال بحال لعبات لبشيتي بنت الواد خاص تكون عشيري عوام شيرك هو جيبك اما حبيبك ديما نوام دوار نجي ايام جني جهدو عيان تبقيت يا بنية هي كتشوف فيك كليان راكان وصافي الدولة احنا ما كبرتناش الدولة قالوا بتناشا وعزونا قسموا الكاملة ونسونا لا قوة لك لا حولة غتبوس يدي الحولة رزقت بلادي من اللي ديتي جات في ليلة ذات خولة بلادي باقا حولة كتشوف فينا غني بغداز علينا الحكومات داروا لينا أكبر حول واحد سخان وواحد خان اللي سخان باغي حقه واللي خان زاد في غلال اللي سخان منو راه هذا والغضيبة واللي خان راه محصن عايش بلا مال واحد سخان واحد خان اللي سخان باغي حقه واللي خان زاد في غلال اللي سخان منو عدال والغضيبة واللي خان راه محصن عايش بلا مال لا صحة ولا تعليم. اوف اوف ديجا ديجا هاد البارتي هادي جيب الله بحال ديما كانوا كيغنيو مع بعضياتهم هاد الجوج هاد صراحه. باغي القناوي يدير ديفيت مع بزاف ديال لي رابر كاين المهم ماشي بزاف ديال لي رابر ماشي شي رابر اللي ما غاديش كاينين شي رابر اللي ما غايجيوش مع القناوي واني كاينين شي وحدين بحال مورو جا الفيت الفيت غادي زوين صراحه وتا الصوت ديالهم قريب شويه ما عرفتش واش كت عندكم نفس الاحساس ولا اني مورو تا هو عنده واحد الرن في الصوت ديالو كتجيب شويه القناوي لا نظام ولا تنظيم لا خدمة ولا تخديم كيفاش عايشين تسليم موتة تفضي عن تاحة شعل فراسك بريكي مبقالك وانو وتولي تدخل للدار بالتيكي قرطونا خيبة تقلب كتقلب والقالب منك الدولة بطي والسرقة بطي برلا ما نعيش بلك الدولة ما تعرفك الناس ما تجبر دانا في الريف والدولة تعرفك تنهار لي دير المونتيف دارو ما تعرف تنهار دير المونتيف ولكن طاوق ديك الساعة زمن ديك الساعة خطنا داز فوالو غلب البالة والكواريج قاوري نقول ملاك ولا خدام صوت العفاريج صارنا خويا باكي احنا في لاكاف دخلنا لاويج كاين اللي جابا طويلة الباقي عينو غا في كوفاريج سمعوني راضي ماري دارو لي عساف الرايدة ساو اللي جا وسط الحبس كتكون في اسرايدة كنا خو في الهوا سوا مرة نعسى مرة نايضة كي طنجة خوكي سالة كيفاس كي الدار البيضة كاملين مغاربة كاملين مغاربة الخوت خاص يبقاو يفرقونا ما تخليو حتى واحد يفرقكم الخوت بحق الله تخليوش حوايج بساط يفرقوا كاين الاستقلال كاين الاحتلال كاين الاحتلال الكفري معري معري شيرك هو جيبك اما حبيبك ديما نوام دوار نجي ليام دوار نجي اها برافو برافو بغيتي نحبسو هادشي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما كنتش متوقع ان الفيت غيطلع بحال هكا ما بين القناوي وصراحه كما قلت لكم باغي القناوي يدير ديفيت يدير بلوس ديفيت ما كرهتش يدير ديفيت بحال هكا وكاينين بزاف ديال الناس قراب للسيت ديالو قراب للعقليه ديال القناوي اللي كيديو على شنو طاري وهادي سا صغي بيان ما كرهتش على عين الديسك صراحه الديسك صراحه بالسير باش غادي بالكومبينيزون اللي داروا صرعوا الديسك بزاف 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 سام دون اونفي نسنت الالبوم ديال مورو كامل مي جو بونس واقيلا هذا غيكون من احسن الديسك اللي كاينين في الالبوم ديالو الا كان هذا البوم جو بونس الالبوم ديالو مستر الرجعيه على اين لا توش ديال القناوي جات واعره بزاف اي احسن حاجه عجبتني احسن حاجه عجبتني المهم بلا ما ندوي على الكتابه والكلمات حنت بجوجهم كتبوا بجوجهم كاين الكتابه وكاين بزاف ما كاينش الفراغ ما كاينش اي وداكشي تاع الاصوات بزاف كاين الكتابه بزاف اي شنو اللي عجبني بزاف هو الرفران فاش القناوي كيقول الاخر كيطلق الايكو من موراه جميل جميل جدا برافو برافو لكم الناس برافو المورو برافو القناوي تحياتي وان شاء الله الا كان باقي شي ديسك زوين في الالبوم ديال مورو قولوا لي نتسنطوا ليه
اي هو هذا على عين الخوت. شكرا للديسك هذا يخرج لو 21 ديسمبر اي غادي مزيان صراحه غادي مزيان ديجا 17000 لايك سو برافو اخويا قناوي بليز بليز دير ديفيت دير ديفيت اخرين مع ناس اخرين دير ديفيت مع رابر اخرين سيلتو بلاي باش نتمسكوا باش تمسكونا اكثر حيت ملي كيكون الفيت الفيت ما عرفتش كيعطي واحد كيعطي واحد اللمسه اخرى وكيزين الديسك على اين كان معكم اخوكم الشات نتلاقاو ثاني في فيديو رياكشن اخرى خليوا لي دي لايك عاوتاني خليوا لي عاوتاني لاش باغي نتمسكوا صراحه كما قلت لكم كنت باغي ندير ولد القريه الو الشاب كاين ديسك اخرين اللي باغي ندير مي اون فيغا الا كان عاوتاني التفاعل وكان داكشي طالع عاوتاني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو نحاول ندير لكم فيديو عاوتاني غدا مع ندخل عاوتاني لوح فيديو اخرى تهلاو ليا فراسكم وكان معكم خوكم الشات ادياس